أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أحبتي في الله، يعني نقرأ آية من القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب المبارك، وهو خير ما يوجد في هذه الدنيا في وقتنا. يعني شوف تملنا في هذه الدنيا، لا في أنبياء ولا في رسل، لم يتبقى إلا كلام الله عز وجل، فهذا أفضل ما نملك، أفضل من كل شيء. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، فهو خير الكلام وأفضل ما نتكلم فيه كلام الله عز وجل. وهذا مكان مبارك، وهذا زمان مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يجعل لنا خير من هذا الكلام بإذنه عز وجل. سنقرأ من سورة الأنبياء آية ثم نتدبرها بإذن الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيها الخير. الآية رقم 35 يقول عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. طبعا إخواني، إحنا المسلمين ما في عنا مشكلة في وإلينا ترجعون، ما في عنا مشكلة، نعلم ودائما نقول في كل لحظة وفي كل حين، شو منقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، مضبوط ولا لا؟ المشكلة في وإلينا ترجعون عند مين؟ عند الكافر، عند الكافر. وفي ناس مش كفار جهارا بقول لك أنا كافر، لا، في ناس تدعي الإيمان. وإحنا بنعرف في زماننا لم يتبقى ممن يقول أنا مؤمن إلا إحنا المسلمين، ونحن كما وصفنا سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يوقنون، يعني يقيننا يقين كامل أننا سنعود لله عز وجل. وهناك يعني أهل الكتاب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هدول بقولوا آمنا بالله، ولكن سبحانه وتعالى يرد كلام هؤلاء. شو بقول من بداية سورة البقرة؟ يتكلم عن هؤلاء ويقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هون شو جاءت؟ مش بس بالله، شو جاءت؟ اليوم الآخر، يعني هو لا يؤمن باليوم الآخر. هدول اللي بيقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني مين تم عنا حاليا؟ ما تم إلا اليهود والنصارى التي تقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والله سبحانه وتعالى يقول هون وما هم بمؤمنين. يعني لما نقول وإلينا ترجعون بيأمنوا فيها؟ ما بيأمنوا فيها. مين اللي بيأمن فيها؟ إحنا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك لما الله سبحانه وتعالى ابتدأ الآية شو قال؟ كل نفس ذائقة الموت، يعني إحنا ما رح نرجع لله إلا إيش؟ لما نذوق الموت. طيب إذا أنا كنت مؤمن، إذا كنت مؤمن أني سأعود وأرجع لله عز وجل، ما في عندي مشكلة في الموت، مظبوط ولا لا؟ فيش عندي مشكلة. إذا جاء الموت شو بقول؟ أهلا وسهلا، أمر الله، قضاء الله، قدر الله، موعد محتوم وضع لي إياه سبحانه وتعالى، أجل.
كتاب مؤجل جعل لي إياه سبحانه وتعالى، لا يمكن لا التقديم فيه ولا التأخير، وما في إله سبب للموت إلا إيش؟ إلا انتهاء الأجل. ما منقول فلان أمات ولا منقول فلان تسبب في الموت، شو منقول؟ الموت شو ماله؟ انتهاء الأجل، انتهى أجله فمات. فلما مات لفين رجع؟ رجع لله وإلينا ترجع. فالله سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الآية ويقول كل نفس ذائقة الموت، يعني مش بس أنفسنا إحنا بني آدم، كل الأنفس على الإطلاق، إنسها وجنها وحتى الملائكة وحتى الدواب، شو راح يصير فيها؟ ستموت، ولن يبقى إلا وجه الله، وسيطل عز وجل بعد أن تموت كل الأنفس وينادي ويقول يا ملوك الأرض يا جبابرة الأرض أين أنتم؟ ويقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب سبحانه وتعالى ويقول لله الواحد القهار. فالملك اليوم لله الواحد القهار. أين الأنفس؟ ما في، ما في. هلا في هاي اللحظة لما تموت الأنفس إخواني، شو أفرقت مين مات قبل مين وميت مين عمر أكثر من مين؟ شو أفرقت؟ ولا إشي. كلهم شو فين صاروا؟ صاروا بين إيدين الحق، أموات أمام الله عز وجل، ما فيهم من يستطيع أن يجيب ويتكلم مع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. طالما أني أنا عارف حالي ومتيقن أنني سأموت، فشو بدي أسوي في الفترة ما بين حياتي ومماتي؟ هذا السؤال. لأنه أنا شو راح أسوي؟ لازم أختم هاي الحياة بإيش؟ بالممات، مش بخاطري، رغما عني ستختم حياتي بالموت وسأذوق هذا الموت، والموت سريع. إياك أن تعتقد أنه عمرك طويل. يعني هلأ أنت اسأل حالك كم بلغت من العمر أو كم مضى من عمري، واسأل بعدين كيف مضى وكيف صرت هلأ 60 وكيف هلأ صرت 70 وكيف هلأ صرت 50 وكيف هلأ صرت 80، ما بتعرف. طب قديش تملنا؟ قديش تملنا؟ قديش تم من العمر؟ ما تم إشي. فإحنا إيش؟ إحنا مشاريع موت، مشاريع موت. إحنا أجساد تسير باتجاه إيش؟ الموت. كل نفس ذائقة الموت، يعني هذا المصير المحتوم. زي اللي طلع في حافلة أو في سيارة أجرة وبده يروح على مكان، شو مصير هالسيارة؟ توصل. إحنا طلعنا في حافلة الحياة، شو بدنا نسوي؟ بدنا نوصل لمحطة الموت. كل نفس ذائقة الموت. طالما إنك أنت ولدت فأنت في طريقك للموت. فالمولد أو الميلاد هي أول علامة من علامات الموت. طالما إنه ولد شو منقول؟ خلص هذا راح يموت، مظبوط ولا لا؟ طالما ولد شو منقول؟ راح يموت. في مجال لإشي تاني؟ ما في مجال. عشان هيك الله سبحانه وتعالى لما نيجي للآية اللي سبقها شو بقول؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرم البشر على الله وأحبهم لله عز وجل، وشو راح يكون مصيره؟ أن يذوق الموت. طيب إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيموت وهو أحب البشر لله عز وجل، فهل يعقل أن يكون بشري مخلد في هذه الدنيا؟ مستحيل، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أحب البشر لله، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكل الأنبياء يوم القيامة 124 ألف نبي، شو بقولوا؟ نفسي نفسي إلا مين؟
إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أمتي 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 أمتي. فنحن أحب للرسول عليه الصلاة والسلام وأعز للرسول عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من أن ينظر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لنفسه، لا يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نفسي ونفسي، ولكن يقول أمتي أمتي. فالله سبحانه وتعالى ببين لنا أن هذا الموت اللي إحنا موقنين فيه ومنعرف أنه نهايتنا المحتومة، هذا مشكلة لمين؟ لما يقول أفهم الخالدون، شو معنى؟ يعني في ناس ما بدها تموت، في ناس مالها ما بدها تموت، شو بدها تسوي؟ بدها تخلد في هذه الدنيا. وهذه مشكلة. ليش هاي المشكلة؟ لأنه هؤلاء سيقوموا ويتصرفوا بأمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمور تتوافق مع الطبيعة اللي خلقنا فيها. شو الطبيعة اللي خلقنا فيها؟ نولد نموت، فنسير على هذه الطبيعة. إذا إحنا انولدنا وفكرنا حالنا بدناش نموت، شو راح نسوي بطبيعة الحياة؟ راح نخربها لطبيعة الحياة. فهؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، هؤلاء الذين لا يريدون أن يذوقوا الموت، هؤلاء الذين يريدون التحصل على الخلود، في أن فيهم مشكلة. ومن هون من اختلاف اعتقاد المؤمن مع الكافر، المؤمن متأكد أنه سيموت وأنه سيرجع لله، الكافر بدوش يموت وبدوش يرجع لله. شو بصير في عندي؟ بصير في عندي خير، بصير في عندي شر نتيجة الاختلاف في هذا الاعتقاد. لذلك مباشرة شو بقول سبحانه وتعالى؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني سيحدث نتيجة هذا الاختلاف في الاعتقاد الأساسي لوجودك خير وشر. أو حتى سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية الشر على إيش؟ على الخير. يعني إيش اللي راح يكون الكبير؟ الشر هو الكبير في هذه الدنيا، فسيعم الشر في هذه الدنيا نتيجة مشكلة واحدة. شو هي المشكلة؟ إنه في ناس بدها تخلد في هذه الدنيا ولا تريد أن تموت، وتريد أن تبقى عايشة حية في هذه الدنيا دون أن تذوق الموت، ولا تريد لقاء الله. فشو راح يصير نتيجة هذا الإشي؟ شر كبير، شر كبير. طب هذا الشر الكبير على مين راح يوقع؟ على المؤمنين. يعني الشر الكبير اللي راح يجي نتيجة خلل اعتقاد الكافر بلقاء الله ساق على مين؟ على هذا المؤمن. فإحنا المسلمين أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيصيبنا هذا الشر الكبير. وهذا الشر الكبير ذكر سبحانه وتعالى شو قال؟ فتنة. يعني لما يصيبك من الكافر الذي لا يؤمن بالموت، لا يريد الموت ولا يريد لقاء الله، لما يصيبك هذا الشر فأنت على مفترق طريق، أنت أمام فتنة. شو يعني فتنة؟ مفترق طريق. إما أن تصبر وترضى وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتتذكر أن كل نفس ذائقة الموت، وتتذكر أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكتب له الخلد وأنه ذاق الموت، شو بتقول؟ بتقول أنا أرضى بحكم الله، فتنجو من هذه الفتنة وتختار المنعطف السليم في هذه الفتنة. ولكن إن أنت فشلت في هذا الامتحان، شو سويت؟ ضيعت وفرطت، وضيعت ثواب عظيم كان سيأتيك من صبرك على شر الكافر الذي لا يريد لقاء الله. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما إحنا نصبر على أذية وشر الكافر راح إن شاء الله نتحصل على هذا الخير العظيم
على هذا الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ونتذكر إخواني أن الشر كما قلنا الأكبر بكثير من الخير. خلى كثير من الناس يعني تتعلق في هذه الدنيا تعلق لا تريد فيه أن تموت. نتذكر على سبيل المثال إبان حياة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. كم دعا سيدنا نوح قومه؟ 950 عام دعا سيدنا نوح قومه، وفي الآخر قومه العدد الكبير من الناس شو سووا؟ اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. شو يعني؟ يتكلم سبحانه وتعالى عن شخص. كل هاي الأمة الكبيرة فين اتبعت؟ اتبعت شخص. ومين تركوه؟ تركوا سيدنا نوح. سيدنا نوح رسول الله، يعني مرسل من الله يقول لهم اتبعوني لأنه أنتوا ستموتوا وستذوقوا الموت وراح ترجعوا لله عز وجل. بس ما بدهمش هم يرجعوا لله، عشان هيك بمين تعلقوا؟ تعلقوا بشخص. هذا الشخص كان يعرض عليهم، يعرض عليهم أنه أنا اللي بموت فيكم بعود بحييه وخليه في الدنيا عايش، يعني عرض عليهم الحياة الأبدية في الدنيا، مع أنه هم إخواني بيعرفوا أنه هو كذاب. يعني هم شافوا أهليهم آبائهم شو بتسوي؟ تموت وما بترجعش، وما حشيش تمهم. تمهم متعلقين بإيش؟ بهذا الأمل الكذاب. الأمل الكذاب ليه؟ لأنه أصلا نفوسهم شريرة مريضة لا تريد لقاء الله، فهي تفضل أن تتعلق بأمل مكذوب ومكشوف ومعلوم أنه كذب على أن إيش؟ تتعلق بوعد رباني من الله سبحانه وتعالى أننا إليه راجعون، أننا إليه راجعون. إخواني كمان اطلعوا على سيدنا، مثلا ننتقل في الزمان، نأتي إلى زمن سيدنا إبراهيم. زمن سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم جاء في وقت ملك من الملوك اللي كان اسمه النمرود. والنمرود لما كاد سيدنا إبراهيم شو سوى؟ قرر أنه يحرقه، فجمعوا حطب ونار وأشعلوا نار، ويقال أنه تم جمع حطبها شهر، هناك من قال سنة كاملة وهم يجمعوا حطب لهذه النار، نار عظيمة، وأشعلوا هذه النار ولم يستطيعوا أن يقتربوا من شدة حمها. وش سووا؟ وضعوا سيدنا إبراهيم على المنجنيق وألقوا رموه مسافة بعيدة لفين؟ إلى داخل النار. فماذا جعل سبحانه وتعالى هذه النار؟ جعلها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، وخرج سيدنا إبراهيم من بين النار أمام أعين الشهود، كلهم شهدوا أن هو خرج ونجا من هذا النار. فمن يستطيع أن يفعل هذا؟ ومن يستطيع أن ينجي سيدنا إبراهيم من هذه النار غير الله عز وجل؟ فشو كان لازم يسووا؟ مش كان لازم يتركوا النمرود ويآمنوا بسيدنا إبراهيم؟ إلا إنهم شو مالهم؟ اتبعوا النمرود. ليه؟ لأنه هو قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. فاتبعوا هذا الوعد اللي كان من النمرود إنه هو يحيي اللي يموت فيهم. ليه؟ لأنهم أصلا قلوبهم فاسدة مريضة لا تريد لقاء الله، فتعلقوا بالمكذوب المعلوم كذبه على أن يتعلقوا بإيش؟ بما شاهدوه بهم أعينهم من نجاة سيدنا إبراهيم من نار لا يمكن النجاة منها، لأنها أمر رباني من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يريدوا أن يعودوا ويرجعوا لله عز وجل. ننتقل قليلا إخواني، ننتقل إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى لما أجا يخرج قومه من مصر، كم عانى مع فرعون، وكم أرسل الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة كبيرة لا فرعون وملأه وجنده. ومين اللي شاهدها؟ مش شاهدها بني إسرائيل وشافوها؟ إن الجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها من الآيات. وكان أعظمها شوية إنه سيدنا موسى
شق البحر ومشيوا على أرض البحر يبسا وجاوزوا البحر ودخل فرعون داخل هذا البحر وأغلق عليه. بدهم أعظم من هذه الآيات؟ ما بدهم من أعظم من هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى يعني لما صاروا في صحراء سيناء شو سوى سبحانه وتعالى؟ طلب من سيدنا موسى انه تعال انت وقومك للقاء يشوفوا نزول او يشهدوا نزول التوراة من السماء للقاء الله عز وجل. فهل لبوا لقاء الله؟ ليه؟ ليش ما لبوا لقاء الله؟ لانه كان في شخص شو اسمه؟ السامري. شو قال لهم؟ قال لهم خلوكم عندي، انسوكم من موسى وإلهه، خليكم عندي، أنا بدي أسوي لكم عجل تشوفوه كيف أنا بحييكم إياه. ففضلوا البقاء مع السامري لمشاهدة كيف يصنع العجل الذي له خوار على إيش؟ على لقاء الله سبحانه وتعالى، على لقاء الله عز وجل. فنقول هؤلاء شو تركوا؟ تركوا المعلوم المصدوق، تركوا سيدنا موسى، تركوا رسول الله، لأنه هو راح يأخذهم للقاء الله كمقدمة للرجوع إلى الله عز وجل. مش تعلقوا بالمكذوب. ليه؟ إنهم يريدوا فقط هذه الدنيا، ما بدهم الآخرة، ما بدهم الله عز وجل، بدهم يتعلقوا في هذه الدنيا. نعم نعم نعم. فهدول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. فنقول إخواني إنه معظم هؤلاء يعني نأخذ المسلمين ونأخذ البقية، معظم هؤلاء لا يريد أو كل هؤلاء لا يريدوا لقاء الله. ولو فعليا أرادوا لقاء الله لقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهؤلاء لم يشاءوا أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني الله سبحانه وتعالى يعني علمنا فهمنا إنه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فنحن في وسط الشر الذي يصنع هؤلاء حتى يفروا من لقاء الله، ويقع هذا الشر علينا نحن. وإحنا هون إخواني في الأرض المقدسة شو عمالنا؟ عمالنا منعاني من الشر الذي تصنعه بني إسرائيل. ليه؟ لأنها ما بدها لقاء الله. طب شو بدها بني إسرائيل؟ بدها المخلص. يعني احنا بنعرف انه كل اللي بيصير فينا لانه بني إسرائيل تسعى الى اخراج المخلص. انا لا اتكلم من نفسي، انا اتكلم من كلامهم هم يعني. هلأ ادخلوا على مواقعهم اللي موجودة في اللغة العبرية، شو بتتكلم؟ بتقول انه يعني مثلا في عندهم موقع اسمه The Third Temple على الانترنت، بتكلموا ويقولوا لابد من بناء الهيكل مكان قبة الصخرة. هذا كلامهم هم، لانه بناء الهيكل هو الذي سيضمن لنا عودة المخلص. طب ليش بدهم المخلص؟ طب ما عندهم الله عز وجل، شو بدك في المخلص؟ مش عندك الله وانت بين ايدين الله عز وجل، شو بدك في المخلص؟ ما بالك وش اللي بدك اياه من هذا المخلص؟ فهم ينظروا الى شخص ويتركوا مين؟ رب الاشخاص، يترك الله سبحانه وتعالى. وكل هذا الشر نتيجة انه هم ايش؟ بدهم يوصلوا لهذا المخلص. وما نرى اليوم على الساحة إخواني، بدون يعني توضيح، أنتم عارفين المقصد، ما نرى على الساحة لأنهم ما بدهم يكون في أي جهة تقف في ظهور أو في طريق ظهور المخلص أو بناء الهيكل الذي سيؤدي إلى ظهور المخلص. بدون حدا يكون موجود في الطريق. وإذا أنتم بتشهدوا إخواني من أول الأحداث اللي إحنا فيها، من أول يوم أو حتى قبل ما تبدأ، يعني قبل ما هم يدخلوا ويبدأوا الضربة، طلع علينا، وهذا الفيديو موجود على المواقع تبعتهم مش المواقع تبعتنا هم، يعني طلع علينا حاخام يهودي. شو بقول إنه مكتوب عندهم إنه يجوز قتل الجميع، الأطفال والنساء والرجال. في ليش؟ لأنه
هذا سيحقق لك مصلحة في المستقبل. بنقول هل هذا الكلام اللي هو بيحكيه صحيح ولا غير صحيح؟ طبعا احنا اخواني نتكلم في الشرع، لا نتكلم في السياسة، ما إلنا في السياسة، احنا نتكلم في قال الله وقال الرسول. عشان هيك بنقول احنا في قرآننا شو مكتوب، بقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية رقم 32 شو بقول سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ما قال على الكفار ولا قال على المشركين ولا قال على الناس، حد التحديد واضح صريح، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فين؟ في الأرض. يعني نتكلم إنه كلمة الأرض هون شو جاءت مرتين في نفس الآية. أول شيء بقول أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فساد في الأرض إخواني وبني إسرائيل، طلعوا فساد في الأرض وبني إسرائيل فين جاءت معنا كمان في القرآن؟ في سورة الإسراء، قرأها علينا اليوم الشيخ يوسف في أول آية، قرأها في الركعة الأولانية. شو قال؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يعني فساد في الأرض. في أول سورة البقرة الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفة الكفر العظيمة عند الكفار ومن الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون، فمعناه الله سبحانه وتعالى يقول اللي احنا كتبناه عندهم إنه إذا في إنسان قتل هو فقط يقتل ولا يجوز قتل غيره، لأنه قتل غيره شو راح يكون؟ فساد في الأرض. فأيهما نصدق؟ نصدق هذا الحاخام اللي قال مكتوب عنا ولا نصدق القرآن الكريم؟ لا، نصدق القرآن الكريم ونتذكر إنه الكتب عندهم شمالها مزورة ومحورة وفيها أمور مغيرة. يعني إذا كان فعليا هو يقرأ من الكتاب، مش عماله بكذب علينا، إذا كان يقرأ من الكتاب فنقول هذا الذي يقرأه شماله مزور أو محور أو محرف. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. شوفوا سبحانه وتعالى كمان مرة: من أجل ذلك كتبنا. فين؟ يعني في كتابهم على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني النفس بالنفس، ولا يجوز أن تتعداها، ولا يجوز أن تتعداها أو فساد في الأرض. ليه أنت عمالك بتقتل؟ لأنك أنت بدك الأرض، بدك تستولي عليها بغير حق، فأنت تتحجج وتتذرع وتقول أنا سأقتل بسبب كذا وكذا، وما تقوله كذب، ولكن أنت تقتل ليه؟ أو فساد في الأرض، لأنك تريد أن تسرق هذه الأرض وأن تدخلها وأن تبقى فيها بغير وجه حق. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، تشوف الآخر من بعد ذلك في الأرض ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. شو يعني؟ يعني بقتل قدام الواحد قديش؟ 100 أو 1000 بقتل قدام كل واحد. فهذا اسمه الإسراف في إيش؟ في العقوبة. وهذا الإسراف في العقوبة عمل مين؟ عمل الشخص نفسه وليس أمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عندما أمر أن تكون النفس بالنفس ولا تتعداها، ولا يكون القتل بسبب الفساد في الأرض. وهنا نشهد الأمرين: الفساد في الأرض والإسراف في هذا القتل، الفساد في الأرض والإسراف في هذا القتل، وهذا كله خلاف لأمر الله سبحانه وتعالى. فنكد إخواني منقول ونذكر أنفسنا إنه إحنا يعني نشهد
نفس الأمور التي كانت موجودة مع سيدنا نوح مع سيدنا إبراهيم ومع سيدنا موسى نشهدها اليوم. في عنا نفس المشكلة وعايشين نفس المشكلة، ولكن هذه المشكلة التي نحياها نعلم إخواني وهم يعلمون ولكن يكابرون. نعلم إلى ماذا ستؤول الأمور، نحن في آخر الزمن. ونذكر إخوان الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني كلمة وعد الآخرة أو آخر الزمان اللي احنا موعدين فيه، مش وعد الآخرة معناه آخر الزمان اللي احنا موعدين فيه، آخر الزمان اللي احنا موعدين فيه بإيش مرتبط؟ مرتبط بأن تأتي بني إسرائيل لفيفا من الدنيا لفين؟ إلى الأرض المقدسة. لذلك يا إخوان تحمل كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتكلم عن آخر الزمان تحمل على الفترة التي تأتي بعد مجيء بني إسرائيل لفيفا إلى الأرض المقدسة. ومتى جاءت بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة إخواني من لفيف الدنيا؟ سنة 48. لذلك لا يجوز لي أن أنا أفسر الأحاديث التي تتكلم عن آخر الزمان بأنها حدثت قبل 48. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ربط لي آخر الزمان بإيش؟ بعودة بني إسرائيل لفيفا إلى الأرض المقدسة. يجب أن تكون الأحاديث داخل ضمن هذه الفترة. فنقول أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي يعني شملت أحداث تتكلم في آخر الزمان، أذكركم منها إخواني حرب في العراق، حرب في الشام، حرب في اليمن. إمتى لازم تكون هاي؟ بعد 1948، وهذا شمالها حدث. نتذكر عمارة بيت المقدس، خراب يثرب، إمتى لازم تكون هدول؟ بعد 48 ونحن عايشينها. نتذكر موت خليفة، اقتتال ثلاثة على كنز الكعبة، الرايات السود، إمتى لازم تكون؟ بعد 48. هذه السلام تحدث، بعدين المهدي، بعدين بعد المهدي في أن فترة زمنية يخوض فيها المهدي أربعة حروب: حرب في بلاد الحجاز، حرب مع فارس، حرب مع الروم، والحرب الأخيرة إمتى؟ في بيت المقدس مع الدجال. هلا مع الدجال نتذكر إنه مكث الدجال 40 يوم، 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، وباقي أيامه كأيامنا. ونتذكر إنه آخر يوم من أيام الدجال سيهبط فيه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من السماوات. فهبوط عيسى نتكلم عن هبوط بعد 1948، ولا نتكلم عن أي فترة زمنية أخرى. يجب أن يكون الهبوط متى؟ بعد 1948. بعديها لازم يكون، يعني كل الأحداث بعد 48، كل الأحداث تبعت آخر الزمان لازم تكون بعد 1948. إنك تقول هاي حدث في الدولة الفاطمية، حدث في الدولة العباسية، حدث في الدولة الأموية، شو بنقول لك؟ لا، لأنه كلها مرتبطة بإيش؟ بكلمة آخر الزمان التي يأتي فيها بني إسرائيل لفيفا إلى الأرض المقدسة. فنتذكر أنه في اليوم 40 من أيام الأعور الدجال سيهبط سيدنا عيسى، وسيجمع سيدنا عيسى مع الأعور الدجال. الأعور الدجال لهدول كلهم وراه وبيستنوه وبينتظروه وبدهم إياه كمخلص. وشو تركوا؟ تركوا لقاء الله وأمر الله وكتاب الله وتنفيذ ما طلب الله عز وجل. ينتظر هؤلاء، فيصبح إحنا معنا عيسى والمهدي، وهم شو معهم؟ الدجال. فمن الصواب؟ فيسلط سبحانه وتعالى سيدنا عيسى على مين؟ على الأعور الدجال فيقتله. شو معناه؟ معناه انه الله سبحانه وتعالى برهن لهؤلاء انه انتو هذا اللي بتنتظروا شماله مش مظبوط، باطل، وهذا الباطل زهق وزهق، والله سبحانه وتعالى قتله على يد عيسى، فيجب ان تتبعوا عيسى. هلا بصير السؤال، هل سيتبع الباطل سيدنا عيسى ولا مش راح يتبعه؟ شو منقول؟ منقول رؤية العين، رؤية العين معرفتنا بأحداث
ووعد الآخر شنو؟ نعم ستتبع هؤلاء سيدنا عيسى، من سيدنا عيسى سيكسر الصليب ويضع الجزية ويذبح الخنزير، خلص ما في مجال، يا تقتل يا تسلم، واحدة من هذول التنتين. فنقول سيدخل في الإسلام، وما راح يكون في لا يهودي ولا نصراني إلا يدخل في الإسلام، إلا إنه من معرفتنا بكلام الله، شوفوا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني لما يقولوا لسيدنا عيسى آمنا بالله وباليوم الآخر، شمالهم كذابين. طيب شو بيستنى هلأ؟ بيستنى فرصة إنه هو ينقلب من جديد. متى ستكون هذه الفرصة؟ بعد موت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فطول ما سيدنا عيسى عايش، هؤلاء كأنهم مالهم مسلمين، معهم شو بنسوي؟ بيسووا. فلما يموت سيدنا عيسى شو بيسووا؟ ينقلبوا من جديد، ويعود الشر من جديد، وتنقلب الأمور كلها من جديد، حتى عيسى تهدم الكعبة، تهدم الكعبة حجر عن حجر. فيقول سبحانه وتعالى كلها كفر أظن. نعم، كلها، مش كلها لسه كفر، لسه احنا موجودين، احنا المسلمين موجودين. الكعبة تهدم، يأتي شخص اسمه ذو السويقتين يهدم الكعبة حجر عن حجر بمعوله. لسه لسه لسه. فهلأ هون إخواني منقول طيب هدول لما انقلبوا على الإسلام والمسلمين وهدوا الكعبة، مين بنتظروا؟ أول كانوا ينتظروا الأعور الدجال وسموه المخلص. لا مين بنتظروا؟ ما فيش، ما تم حدا ينتظروا. شو معناه؟ معناه الشر من فين جاء؟ ما جاء لأنه هم عمالهم بنتظروا واحد. الشر جاء لأنه الشر موجود فين؟ داخلهم، جواتهم. يعني ظهر الشر اللي داخلهم على حقيقته، ظهر الشر اللي داخلهم على حقيقته. فالآن لما يظهر الشر وإحنا نشوف المسلمين كيف إنهم انقلبوا على الإسلام دون أي سبب ودون أن يكون في شخص بنتظروه، ونعلم إنهم الشر وليس الشر في أي شيء آخر، ماذا يتبقى معنى لهذه الدنيا؟ لا يتبقى أي معنى لهذه الدنيا. لذلك يطل علينا سبحانه وتعالى بالشمس، بدل أن تطلع من المشرق تطلع من المغرب، فتطلع الشمس من مغربها. شو يعني؟ يعني أقفل باب التوبة. خلص أقفل باب التوبة. المسلم مسلم والكافر كافر، الخير خير والشرير شرير، ولا يمكن أن يعود عن شره، ولا يمكن للمسلم أن يفتن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولا يمكن أن يفتن المسلم عن إيمانه. خلاص انتهى الموضوع. وبعد أن يغلق باب التوبة وتطلع الشمس من مغربها، يرسل لنا سبحانه وتعالى دابة تسوم الناس على جباهها، هذا مؤمن هذا كافر، فنعلم من هو المؤمن ومن هو الكافر. ثم يرسل ريح تقبض أرواح المسلمين كلهم وإلينا ترجعون. لمين؟ لمؤمنين بعودتهم لله عز وجل، نعود لله عز وجل وإلينا ترجعون. فنعود لله، فمن يتبقى في هذه الدنيا؟ فقط الكفار. شو سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكع ابن لكع. 100% كلهم كفار. فالله سبحانه وتعالى بقول لهم هي الدنيا، انتوا بدكمش ترجعوا لي، عيشوا الدنيا زي ما بدكم، سووا فيها اللي بدكم اياها، لما تخلصوها او تخلصوا على بعضيكم فيها بقيم عليكم القيامة. اما احنا شو بنكون؟ بنكون خرجنا من هذه الدنيا. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله سبحانه وتعالى، احنا في اخر الزمن، ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم رحماك بالعباد، اللهم رحماك بالبلاد، اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزيكم خير. خذ أبو نضال، هاي خذ، الله بعينك واجبرها. جزاك الله.